وللحديث عن حفل الأفضل في إفريقيا ينضم إلينا من القاهرة الناقد الرياضي عبد العظيم راغب. سيد عبد العظيم، بعد التحية، من الأبرز في رأيك للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا؟ القلب يهوى صلاح والعقل يؤيد ماني. ماني وصلاح ومحرز، ماني وصلاح الاثنين تشابها في أشياء واختلف في شيء. ماني وصلاح مع ليفربول حصل على دوري أبطال أوروبا، حصل على كأس السوبر الأوروبي، حصل منذ قليل في الشهر الماضي على كأس الأندية، كأس أندية العالم في قطر. أيضا الاثنين صلاح وماني كلاهما كان هدافا للدوري الإنجليزي في العام الماضي مع أوباميانج، أيضا الرابع والخامس في جائزة الكرة الذهبية اللي فاز بها ميسي. كل هذه الأشياء تؤكد أن ماني وصلاح هناك تشابه كبير، ولكن صلاح وماني اختلف في شيء. ساديو ماني نجح في الوصول بمنتخب بلادي في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت العام الماضي على أرض مصر، نجح ماني ساني بالوصول مع منتخب بلاده إلى المباراة النهائية أمام الجزائر، وكان له فضل كبير بفضل الأداء الرائع والأداء الممتع. قياسا لمحمد صلاح، خسر المنتخب المصري وخرج من الدور الثمن النهائي، وهذا هو الفارق الوحيد الذي يؤكد أو يؤيد بأن ماني هو الأفضل وهو الأقرب. رياض محرز صحيح أنه استطاع أن يحرز الرباعية مع مانشستر سيتي، ولكن رياض محرز هو رقم ثلاثة. رياض محرز كان له دور محدود مع مانشستر سيتي في العام الماضي. رياض محرز قاد منتخب بلاده إلى رفع كأس أمم إفريقيا العام الماضي. رياض محرز استطاع لا أحد أبدا أن ينسى الضربة الحرة المباشرة اللي استطاع بها أن يصل بمنتخب بلاده إلى المباراة النهائية، ولكن تبقى إشكالية أن محرز العام الماضي كان مع مانشستر سيتي مشاركته محدودة، وهو ما فسره غوارديولا بأن لديه كتيبة متخمة بالنجوم، وأن إشراك محرز طول الوقت كأساسي مع مانشستر سيتي صعب جدا في ضوء كتيبة النجوم المدجج بها مانشستر سيتي. لذلك الأقرب للفوز ببطولة أفضل لاعب في القارة هو ساديو ماني. نعم، طارق حامد والبلايلي والبدري، من الأقرب في رأيك لحصد لقب الأفضل محليا؟ يوسف البلايلي لاعب الأهلي الحالي. يوسف البلايلي لاعب مع الطريق العام الماضي، حصل على دوري أبطال إفريقيا، حصل على الدوري المحلي مع تونس، أيضا بالإضافة إلى أنه فاز مع منتخب الجزائر ببطولة الأمم الأفريقية. يوسف البلايلي هو الأقرب. يوسف البلايلي في العام الماضي سجل في بطولة أمم أفريقيا هدفين، سجل في دوري أبطال إفريقيا ثلاثة أهداف. في هذا العام يوسف البلايلي انضم إلى الأهلي السعودي، شارك في 7 مباريات وسجل هدفين. يوسف البلايلي هو الأقرب للتتويج. بالإضافة إلى أن طارق حامد أتمنى أن يفوز كلاعبنا المصري لاعب الزمالك طارق حامد، لاعب مجتهد، لاعب مكافح، لاعب يؤدي في الملعب بقتالية، لاعب لا يغيب، مستوى ثابت العام الماضي في جميع المباريات، ولكن يأتي في المركز الثاني. أيضا أنيس البدري استطاع أن يتوج مع الترجي التونسي في العام الماضي أو لعامين متتاليين بدوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى الدوري المحلي مع الترجي التونسي، ولكن أرى أن حظوظه يأتي في المرتبة الثالثة بعد طارق حامد. قلبيا أتمنى طارق حامد، ولكن الجائزة أتوقعها تؤول إلى يوسف البلايلي لاعب الترجي السابق والأهلي السعودي الحالي. نعم، النقد الرياضي عبد العظيم راغب كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.